و 3 2 1 بدأ التايمر ورانا، عندنا 101 ساعة في أبو ظبي. لازم في هالوقت نتحدى بعض في أربع أماكن مختلفة، ومن السباحة إلى الطيران وغيرهم من التحديات بنسويهم في مقطع اليوم، وفي النهاية الفائز له جائزة قوية. بنبتدي التحدي الأول في أكبر مدينة مائية في أبو ظبي، ياس ووتر وورد. اخترنا أقوى أربع ألعاب وبنسوي سباق، والفائز بالتحدي هو اللي يخلصهم بأسرع وقت. اوكي يا جماعه، بنبتدي التحدي وحمود عنده التايمر، انا ببتدي اول. عندنا اربع العاب لازم اخلصهم في اسرع وقت، ارجع حق حمود اوقف التايمر. اوكي، بدينا التحدي وانا بديت اول، والصراحه ما فكرت في الموضوع هل هي سلبيه او ايجابيه. 3 2 1. يا جماعه ما اقدر اركض، الدكتور قال لي مو مسموح تركض، فلازم اهرول، وهي بروحها بيضيع علي ايش كثر وقت. فانا بحاول العبها بالتكتيك، بحاول اسالهم شنو اكثر لعبه ما تاخذ وقت في الانتظار. اتوقع هاي اللي بسويه، نمشي اسرع اسرع اسرع، مشي سريع مسموح. والتكتيك اللي سويته يا جماعه دائما اسويه في مقاطع جوت، الفكره انه اخلي الشخص يروح اول التحدي، اروح اطلع عليه واشوف شلون يسوي التحدي، اصيد شنو الخدع اللي ممكن اسويها عشان افوز بسرعه، يعني في وقت اسرع، فبيكون عندك افضليه نوعا ما. هذه عليها وايد ناس، فهاي بروح هذه فاضيه. اوف يا جماعه، مكتوب وقت الانتظار 15 دقيقه، اتمنى انه مو بصدق حق اللعبه 15 دقيقه، اتمنى لا اشوف لين الانتظار. لازم القى حل عشان اطوف الزحمه، فعلا ربع ساعه بنتظر على كل لعبه الظاهر. بفله ما في الا واحد قبلي، ما في الا واحد، بس مباشره بركب اول لعبه. حلو، انا ليش اخترت هالتحدي؟ اوكي يا جماعه، خلوني افسخ التيشيرت حق اللعبه. يلا مجهزين؟ يلا اللعبة اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، بسرعة بسرعة. بعد ما خلصت أول لعبة مباشرة طلعت أحاول أخطط خريطة حق مكان أنا ما أعرفه أصلاً، أول مرة أروحه. أوكي يا جماعة، بالضبط صار 10 دقائق، ما أدري إذا ببين عندكم أو لا، 10 دقائق وحمون ليحن ماية. هو المفروض خلص على الأقل على الأقل لعبة. أنا ميت تعب، بس لازم أروح أنطر حق اللعبة اللي بعدها. يلا يلا يلا، خلصنا من واحدة باقي ثلاث. ليوا لوب رهيبة، مكتوب وقت الانتظار 10 دقائق، فعشر دقائق تضيع من وقتي ترى ثمينة. صدفة صار موقف غريب، شفت طابورين زحمة وشفت طابور ما في أحد، فقلت ليش ما أروح الطابور اللي ما في أحد. يمكن كنا محظوظين الحمد لله، بس الحبيب حمان ما استوعب إن أبو ظبي يحجزوا لنا تذاكر الفاست باس. لما تشوفون على يدنا في سوارة برتقالية، فكرتها إنك تدخل الألعاب اسرع، دائما تكون في الطابور الاسرع الاقل. ما بقول حق حمود عن هالمعلومه ان هذه الفاست باس، واتمنى انه يوقف في اللاين الاطول، واتمنى بلال ما تقول له عن هالفكره. ليتس جو، فبلعب ويا ناس ما اعرفهم، بحاول ما اصورهم، اهم شيء اخلص على الوقت. اوكي صار دورنا، لازم القى لي زاويه لان كلها بنات مهان. بدينا. اوكي بدينا بدينا اوكي خلصنا من لعبتين من اصل اربع. شيء واحد يا جماعه خايف منه، ان كل ما تاخر الوقت كل ما زادت الزحمه، كل ما زادت الزحمه صار انك اصعب تخلص اسرع. خليني اقول لكم رايي وانا اركب اللي بعدها. حلوه اول لعبه احلى، بس نزلتني في مكان بعيد بعيد بعيد، خذيت فره كامله عشان ارجع هني. لازم اركب كامل وانطر في الطابور. حسيت انه هو بيفشل في التحدي وبيتاخر بوقت وايد، يعني اكثر من الطبيعي، فبيكون التحدي سهل بالنسبه لي. بندخل اللعبه الثالثه ما قبل الاخير، خلاص لقيت الجروب لاني واحد بروحي، وبعدهم وشتا نروح على اخر لعبه ونركض حق حمود نوقف التايمر. سريعه اللعبه اللي بعدها الاخيره. انتم في المقطع لحد الحين ما تعرفون مين فايز، وغالبا بيكون انا، لان بلال ما بيقول حق حمود عن الترك اللي لقيناه. عادي تطلع في اليوتيوب، بس لازم تصور بسرعه وانا في تحدي. يلا يلا، اتوقع احتجت البريك عشان اريح شوي، قاعد اراكض من ساعه، بس المفروض ما ينحسب الوقت، المفروض يعني نقاسره من التايمر. انا بخلص التحدي في نص وقت حمود، يعني مو اسرع وقت بس في نص وقت حمان بعد. انا كنت حاط ببالي 20 دقيقة 25 دقيقة، فعندي تحديين في واحد. يعني ايش قد باقي؟ باقي شوي. اوكي يا جماعة، وصلنا حق اخر لعبة النهاية، قالوا لي الخضراء اسرع واحدة. وصل، ليتس جو. وصل يلا 3 2 1. سريعة، يا جماعة سريع ذي طفني. انت وصلت لي اخر شيء، قف علي الحقني، بدليني بدليني على المواد. يلا 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 يلا، عندي قايد عندي قايد. وين تلفون حمود؟ وقف التايمر وقف التايمر بسرعة. 46 دقيقة و34 ثانية. 46 دقيقة و34 ثانية. صراحة وايد استنست، كأني فايز في التحدي، وايد تأخر وأنا بسويه في وقت أسرع يعني. زين يا جماعة، التحدي أخلص 26 دقيقة. 26 دقيقة يلا 3 2 1.
الله يستر، ما اتوقع اني بسويها بس يلا شغلت تايمر عندي عشان اعرف ايش كثر باقي لي، عشان اعرف متى استعجل متى شوي اخذ بريك. بحاول اخلص 26، اذا ما قدرت بحاول اخلص قبل حمان، هاي اهم شيء. فالحين اتوقع صار دوري اروق ارتاح، بادخل عند الامواج بعد شوي. اتوقع حمود بياخذ 49 دقيقه. اول لعبه ما عندها احد، هاي اهم شيء. فاحنا اول ناس، اول لعبه عندنا. 1 2 1 جو. شربت ماي لما قلت، بس اهم شيء انه كنا سريعين. احس ان كنا سريعين. اول لعبه خلصتها بست دقائق، اذا كل لعبه باخذ ست دقائق تقريبا بخلص ب 24 دقيقه، يعني بخلص التحدي بسرعه. ان شاء الله الكيو ما يكون طويل، انا خايف انه يكون فيها كيو هاللعبه، واتوقع 100% فيها كيو لانها عائليه اللعبه وتحتاج جروب، فان شاء الله ما تعطل فيها. يا جماعه حاليا صار 26 دقيقه بالضبط، حمود قال انا بخلص في 26 دقيقه. حمود ما في حمود. حصلت لي جروب يا جماعه بياخذوني الحين، عندي تحدي مع حمان، لازم اخلص اللعبه في اسرع شيء، فلما بننزل اسرع شيء يكون. هاي الهاف روز ديلايت. عجيب 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 يا جماعه. بعد ما خلصت من ثلاث لعبه كنت باركض بسرعه عشان الحق اللعبه اللي بعدها، وحسيت ان راسي قاعد يدور والشمس كانت حاره، فحسيت ان لازم اقعد يعني واوقف، يعني كانت المفروض تكون استراحه بس صارت. اوكي يا جماعه نفس ما تشوف الوقت نص دقيقه ويصير 46 دقيقه ولا زال باقي له لعبه. يقول افتر راسه ياكل شيء. اوكي كان مقلب، خلصنا كل الالعاب. لا. انا فزت عليك. حلو، هاي اول تحدي فزنا فيه. التحدي الثاني ما بيكون في البحر، بيكون في الجو. شوفكم هناك. وصلنا حق ثاني تحدي اليوم، اكبر نفق هوائي في العالم يا جماعه. الريكورد موجود هناك بموسوعه جينيس. انا وهو اول مره نجرب هاي التجربه يا جماعه، انك تطير في نفق هوائي. يعني حسيت في شوي جانب خوف صار عندي، يعني انه ادش ما ادش. بيشرحون لنا كل شيء في النهايه، شيء عندهم شهاده فيها شنو الاشياء اللي انت زين فيها وشنو الاشياء اللي ما كنت زين فيها. فتبي تفوز ولا تبي تخسر اليوم؟ حبيبي انا فزت اول تحدي، خلاص انت انسحبت منه. شوف انا كل شيء بايبه صح. ها اتحداك اتحداك تفوز علي في ذي ثاني تحدي. يلا ليتس جو. دخلونا غرفة الإرشادات وشرحوا لنا إجراءات السلامة، والأهم عطونا لغة الإشارة. طلعني بسرعة. هاي معناته طلعوني أبغى أطلع صراحة. أتحمس. شرحوا لنا كل شيء، يا رب أنسى كل شيء. واحد من أهم الأشياء اللي قالوها، لازم ترفع حنجك ودائما تطالع قدام، لو طلعت يمين أو يسار يخترب عليك كل شيء. يا جماعة تعبوا مع حمود، راسه وايد عود، ما قاعد يزي ولا هلمت، وأنا ما قاعد أسمع شيء، أحس الوضع غريب. والله قاعد أشوف الناس اللي يطيرون المدربين، أحس الموضوع سهل. قاعد يتقلبون ويسوون حركات ومرة شنو. أحس شوف كل اللي يسوونه مساعة، أي. كله بيطير أول ما ندش. التعليمات هي مو كل شيء، لأن أنت عادي أنت تحفظ التعليمات أول ما ندش، كل شيء تسوي عكس وكل شيء أصلاً تنصدم فيه يعني. طبعاً ممنوع ندخل مايكات وهالأشياء حق النفق، فما كان في صوت ولا كنت أقدر أقول لكم عن شعوري داخل. ما بيرضون بنشيل المايكات، لأن يا جماعة ما يصير مرة واحدة خاتم على ساعة على شيء طاير مخرب الجهاز. بس كالعادة حمود اختار ان نكون اخر ناس في المجموعة عشان نتعلم من اخطائهم، وكان وراي بعد فبيتعلم من اخطائي انا بعد. بس لما دخلت النفق دخلت عالم ثاني يا جماعة، الشعور ممتع 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 ممتع. فكنت مفهي، قاعد طالع الكاميرا اسلم عليها، قاعد طالع برا افهي اوه المكان حلو، قاعد اسوي كل شيء غلط. فبعدها طلعت وشفت حمود اللي حرفيا كان داخل والتركيز 100% بس يبي يسوي الاشياء صح. أنا استوعبت إن أتوقع هالتحدي ما بيكون لي صراحة يا جماعة. أنا كنت حاسس إن كل شيء تمام وأدائي تمام إلى آخر دقيقة. ليه ما شفنا؟ المدرب داش سوى أشياء في حياتي ما تخيلت إنها تصير. يا جماعة خلص العرض العجيب، طلع بالريوس على ورا. الحين حسيت إن إحنا جايين نشوفه هويت. للأمانة هاي التجربة كانت إن نشوفه. هو التجربة مو هذه. اكتشفت يا جماعة إن هاي الأشياء هذه في السوت مو موجودين شكل، موجودين حق أمثالي لما يروحون كل مكان المدرب يسحبهم. مأساة كنت مأساة. طلعنا ورحنا نسأل المدرب before he give us the certificate. You have to choose who's better.
You, your position, it was more stable. But? There's no but. There's no but. Sorry. Okay. No, it's fine. I know. لما المدرب قال إن أنا اللي كنت أفضل، فقلت خلاص. هاي بداية الرومنتادا اللي بسويها على حمار. روح نريح وبنلاقيكم اليوم اللي بعده. تحدي تام. لأن عندنا 101 ساعة بس ما عارف كم صار وحيد. وصلنا حق التحدي الثالث قبل الأخير. تحدي غريب من نوعه، بس خلنا ندخل داخل عشان أقول لكم على التحدي. أوكي يا جماعة، حالياً إحنا في الناشنال أكواريوم وعندهم أكثر من 200 نوع من الكائنات الحية. عندنا أستاذ راني هني بتعطينا 6 أنواع بالاسم بس، لازم نلاقيهم ونصورهم. أول نوع هي African Congerfish، Alligator Fish، Piranha Fish، Grouper Fish، Horseshoe Crab، كاليفورنيا Shephead. أول مرة أسمع فيهم في حياتي. 10 دقايق، 3-2-1، بدينا. أعطونا 10 أنواع أنا أول مرة أسمع عنهم، ما عدا نوع البيرانا فيش. البيرانا معروف عنها إن هي هاي اللي تلتهم البشر وأكلت لحوم، فأتوقع بتكون بروحها، ما أتوقع بتكون مع أسماك ثانية لأن ممكن تلتهمهم. بفوت أول غرفة لأن أتوقع ما بتعطينا شيء في أول غرفة. حمود قاعد يشوف الشاشات. والله الأسامي يا جماعة أول مرة أشوف هاي الأسامي. خلاص شوف في شيء من هاني؟ لا. أوكي هني. مو هني. ما حصلت ولا أحد للحين. لقيت نوع بس ما أبي حمود يعرف. بعد ما يمشي بصور الحين بسرعة بصور راح. أوكي أي واحد؟ أي هو هذه. كأنها هامور نوعا ما. يا رب حمود ما يصيدهم. أتوقع هذه هي. أتوقع. خلينا نقول إن صدناها. أوكي حصلت أول واحدة. أفريكان. بخليها بالعربي عشان ما يحصلها حمود. المفروض إن هي هني. اوكي انا صورت مع المكان اللي هي فيه بس هي انا ما اشوفها. كاليفورنيا شيبهد. هاي هي بس وين هي؟ حصلت بنتين بس ما قاعد احصلهم في الحوض، قاعد احصل الحوض مالهم بس ما حصلت السمكه نفسها. مشكلة اذا وقفت عند الحوض يبين انا حصلت سمكه، فما بوقف عند الحوض عشان ما يعرف حمار. لقيت واحده بس عجبتني الاضاءه هني. شرمت كراب ماديرا روك فيش. احس الحين حمود لقى واحده لحد الحين، فلازم القى واحده انا ثانيه. خلاص مستحيل حمود ما لقى ولا واحده من اللي قالوهم، مستحيل. انا قاعد طالع في الاحواض هاللون الا مره واحده ام عيالها وراي تقول لهم هورس شو كراب. هورس شو كراب. يو سيد هورس شو كراب. ويتش وان از ات؟ ذا وان. اه ثانك يو. ام دوينج ا تشالنج، اي هاف تو فايند ذم. ثانك يو. يعني ثنتين من احصل سته. يس راح صغير صورته بالتليفون. راح اقول بعده. واخيرا لقيت شيء وكان جدا صعب لانه نوعه نادر وكان جدا صغير، فكنت في فرحه مو طبيعيه على الصدفه اللي صارت معاي. في شيء قاعد اسويه لما حصل سمكه اروح اطق على اللغه خليه عربي عشان ما يقرا بالعربي. هاي كل شوي قاعد اجرب يمي ما اقدر اسولف بيسمعني. حصلت شيء حمان؟ لازم اروح صوب ثاني، ما حصلت ولا سمكه هنا. بحاول اطوف حمود بسرعه. مكان رهيب، في انواع اول مره اشوفها في حياتي. ضفادع الله شوفوهم عجيبين. ازفل كمل فين كمل فين كمل. لقيتها 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 بس حمود وراي. خلنا نشوف ايش قد باقي وقت. باقي دقيقه باقي دقيقه، لازم اصورها لازم اصورها. لقيت رفش حصلتها. هاي هي هاي الطويله. هاي ذات واحده احصلها الحين. قاعد اصور حمان ما عاد اسمك اللي لازم اصورها. لا حبيبي انا قاعد اصورهم صور بالتليفون. اي شلون قاعد اصور الفيديو. اه يعني لقيت واحده. صدنا لعبنا عليك. هي راقبني من بعيد. اكاهي اكاهي وينها 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 وينها. خلص الوقت خلص الوقت. اوكي صورتها حمود. خلصها العشر دقائق. لما خلصنا العشر دقائق اثنيناتنا طلعنا واثنيناتنا كان في بالنا ان حصلنا 3 من اصل 6، لكن اللي صار ان حمود كان يصور الحوض ما يعرف وينها السمكه بس يصور اي حوض. كاهي وين؟ ما تشوفها. فطبعا ما مشيناها له واستوعبت ان الثلاث اللي انا حصلتهم حمود ما حصلهم، هم مختلفين عني. استاذ رانيا اعطيتينا مساعدات، فعندنا 5 دقائق بس عشان نلاقيهم بالمساعدات. 3-2-1 بدينا. يا الله انا الحين وهاي اصور كل السمك اللي صورته. اللي كان يسويه حمان كان يتاخر ويشوفني انا وين اروح، واذا لاحظني واقف عند السمكه اصورها من امشي انا يصور السمكه. شكرا حمود. هاي غريبه هذه. يلا لقينا الافريكان كونجر فيش. اهلا وسهلا. فكنت قاعد امشي في البدايه وكل شويه اشوف حمود يروح صوب مكان ويطالعني خايف. ايش تبي؟ ايه لا تجيني يكون مكاني. ها اي والله كاليفورنيا شيب هيد حلوه لقيناها. تعالي حبيبتي. شكرا.
على سريع. او صح ممنوع ممنوع تركب ممنوع تركب. حتى لو ما يقول لي تعذر وجهه يروح مباشرة اعرف ان السمت اللي ابيها موجوده هني. اخر واحد بروح حق البرانا اللي عرفتها من البدايه بس ما صورتها. على اللي فهمته هي منطقه اسمها فلادد فورست. شوفوا فوق فلادد فورست ريد بلي برانا صدناها صدناها صورها باي. اخ خلاص خلاص يا جماعه خلاص 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 وباقي دقيقه وشيء. اوكي للاسف للاسف ان حمان خلص قبلي يعني انا لاني ما صورت مساعة. لو مصور مساعة كان انا مخلص. ثاني تحدي من اصل 4 3 2 1 خلصوا الخمس دقائق بالضبط. اه وصل 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 حمود وصل. وراي مرتين صورت سمكتين انا محصلهم لان انا عارف مكانهم وعارف لونهم صح ولا لا؟ ما حد قال لك. المهم يا جماعه حاليا في التحديين وهو فاز تحدي واحد. عندنا تحدي رابع وتشوفون التايمر ورانا. قبل يخلص التايمر لازم نخلصه ونشوف مين يفوز في التحديات ابو ظبي. الحمد لله ان في ورانا جرين سكرين عشان نحط لكم التايمر لان وصلنا حق اخر تحدي يا جماعه. وحين تحدي عندنا تحدي الرمايه. لو غلبني للاسف بيصير تعادل بس ما بيصير تعادل من الحين اقول لكم. تمون حمان القناص للامانه كنت داش التحدي يعني خلينا نقول 50-50 فقلت يعني التحدي بيكون احنا اثنيناتنا بنتعلم من الصفر مع بعض. دخلت ميدان الرمايه وانا كلي ثقه خلاص انا فايز تحديين. أسوأ سيناريو ممكن يصير ان حمود يفوز ونتعادل. اوكي اللعبه بسيطه جبتها في الابيض نقطتين اسود اربع نقاط ازرق ست نقاط احمر ثمان نقاط واي شيء في الاصفر 10 نقاط بس قلنا الدائره اللي في النص 20 20 ها نوت 10 اصغر اصغر دائره ها اصغر دائره اي 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 لا زين زين السهم زين هذه لعيونكم. تعالوا تعالوا معي للتارجت براويكم. شوفوهم يا جماعه حرفيا بس الارتفاع مشكلتي في النص كلهم في النص. احسب كم واحده برا ما عرفت تطلعها حتى لانه وايد قويه. حمود انت بس تنتين داخل بعد ما شفت مستوى حمود في التسخين ثلاث جولات تسخين وانا افضل منه بمراحل فيهم خلاص ضمنت الفوز يا جماعه. بصراحه على اشوفه في الكرتون والافلام توقعت ان الشيء جدا سهل وبتاتا ما طلع سهل. طلع فيه تكنيك ولا شيء مثل ما انا التصور اللي كنت حاطه في بالي صار صراحه. وبعد ما تعلمنا وخلصنا تسخين صار وقت التحدي الاخير. 3 2 1 ارمي. واو اوكي لك ازرق لا قلت لك لاني يسار ما يصير يكلمني وانا ارمي برع برع ولا شيء ذي. بدينا اول جوله وانتهت حمود طايفين بنقطتين. انا قاعد اقول شنو صار وين حمود اللي كان في التسخين؟ هل كان يخدعني او شيء؟ مستحيل اثنيناتنا اول مره نجرب الشيء. اوكي احس انه صار ضغط على حمان في الجوله الثانيه مع ان كنا متقاربين نوعا ما بس كنت احس ان انا ادائي احسن من ادائه في ذي الجوله. اسود؟ احمر حبيبي. رد اوكي فرق 10 نقاط واخر جوله. اوه اخر جوله بس يمديك تصير ممتازه ترى الحين الحين 10 نقاط ابدا مو بسهله. حمود كل ماله وقاعد يتطور وانا كل ماله ومستواي يصير اخس واخس. الفرق بيني وبين حمود 10 نقاط وحين بعدنا الى اخر شيء 10 متر. رجعونا 10 متر وانا هني وصلت حق مرحله قلت خلاص لازم اسوي كل شيء بيوت. العالم ما في الا انا هذه السهم والمكان اللي اصوب عليه بس صعب انه يرجع لي خصوصا يعني لازم انا اضيع وايد وهو لازم تقريبا يصيد التارجت اكثر من 5 أو 4 عشان يلا يوصل لي يعني فكنت متوقع انه شبه مستحيله يعني. هالجوله سيء. شلونك؟ احمر ازرق الحين 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 انا ما حسبت حمود ما حسب انت فزت انت خلينا نشوف يس اوكي اه لست تايم 80 90 94 96 96 اوت اوكي 96 بس لازم اطوف 96 انا الحين 70 82
بشار بشار 96 ليتس جو اوه ماي جاد بالضبط يا جماعه خذهم البيت وياك ليتس جو. المهم يا جماعه نفس ما تشوفون التايمر ورانا ما باقي شيء على ان نخلص 101 ساعه في ابو ظبي فحان وقته جائزتي اللطيفه حيل خل نروح لها. أنا ما قلت لك 5 ثلاجات ايش حاط لي 4 راجع بسرعه. وهذه جائزه الفايز يوم كامل في واحد من اقوى منتجعات ابو ظبي على البحر باجواء المالديف والثاني يلبي لك كل احتياجاته. تنسوا اللايك والاشتراك نشوفكم في مقطع ثاني مع السلامه.